ولدت إيفانا ماري ترام في 20 فبراير عام 1948. هي سيدة أعمال تشيكية أمريكية ومؤلفة وناشطة اجتماعية وعارضة أزياء سابقة. اشتهرت بأنها الزوجة السابقة لرجل الأعمال والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولدت إيفانا في بلدة مورافيا بمدينة زلين في تشيكوسلوفاكيا. والدها يدعى ميلوش ووالدتها تدعى ماري. شجعها والدها في سن مبكرة جدا في رياضة التزلج نظرا لموهبتها الفريدة. في أوائل عام 1970 دخلت جامعة كارلوفا في براغا. في 14 من يوليو عام 2022 توفيت إيفانا ترامب في منزلها في نيويورك عن عمر ناهز 73 عاما بعد أن عثر عليها فاقدة للوعي ولا تبدي أي استجابة. أعلن عن وفاتها من قبل زوجها السابق دونالد ترامب على تطبيق تروث سوشال، حيث نشر ببالغ الحزن: أنعي لكل من أحبها وهم كثر. إن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك. لقد كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة، ذات شخصية عظيمة وملهمة للحياة. كان أطفالها الثلاثة فخرها وسعادتها، دونالد الابن وإيفانكا وإريكا. كانت فخورة للغاية بهم، لأننا كنا جميعا فخورين بها. أرقدي بسلام إيفانا. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.